الأجواء اعتدلت وتحسنت، ورغم ذلك ما زالت أسعار السمك مرتفعة. يا ترى شنو هي الأسباب؟ دائما السمك في الحر يقل والسعر يرتفع، دائما إن شاء الله حين اعتدل الجو كل السمك بتوفر خلال هالأسبوع بإذن الله بواحد أحد بتوفر. اللي يشتكي إن السمك مرتفع سعره السنة ما شاء الله ياتنا موجة حر، الحر هذه اللي يخلي السمك تبعد، السمك طافح ميت من البحر من حرارة الجو، والناس تشكي من حقهم يشتكون إنه مرتفع الأسعار، لكن الصياد ما يؤدي مصروفه، مصروف اللي بيتعب بيدخل بيحط البترول بالعمال اللي عنده الطعم مال السمك والقراقير ما يؤدي مصروفه، الطراد ما يعادل 80 دينار من بترول من عمال من أكل الطعم مال السمك ما يؤدي في الحر، بس غصبا علينا يدش يروح البحر، وإن شاء الله الأيام جاية وإن شاء الله حنتعدل الجو كل الأسماك بتتوفر بإذن الله إن شاء الله. الاستيراد اللي يستيرونه من برا لان السمك قليل في البحرين طبعا، فعندنا تشوف اليوم الصافي بسته بسبعه ثمانيه ما حد يقدر يشتريه، الصراحه غالي انا اقول لك ما حد يقدر يشتريه، والفقاره يعني البحرينيين هم على اللي يقدرون يشترونه، لكن يستيرونه من برا يبون من برا لان السمك ارخص هناك فيبونه، ولكن نوعيه السمك هي زين والله مو زين هاي شيء ثاني، احنا نبي شيء جوده، نبي بحريني، نبي ارخص اي انا اقول لك بس ما مش ارخص لانه قليل السمك، لازم يصير حال حق 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 يعني انت يقللون وقت اللي السمك وقت الحبل يخلوا ما يصيدونه، مثل الامارات عندهم فتره ما يصيدون الشعري، عندهم فتره ما يصيدون الصافي وقت الحبل علشان ينتج اكثر علشان يكثر علشان الناس شوف ذيك الايام كان رخيص الصافي يصوتون عليه على دينارين ودينار ونص ودينار، وين الحين 6 و7 و8 ما يقدرون الناس يشترونه، ترى غالي السمك يعني غالي عامة على البحرين، غالي هب على البحرين الخليج كلها هلون استواه.